المحكمة العسكرية في ملف الجمل والفساد بالمحكمة العسكرية يلي تم يعني خال قصدك الرشاوة طيفوتوا على المدرسة الحربية، الرشاوة على المحكمة العسكرية. كان معالي عم تابع الملف للأخير انه واحد بيدفع مصاري 100,000 دولار يفوت يعمل ضابط بالجيش، تدخلك ليش بيدفع 100,000 اذا بكيش محسب بده يقرط له مليون قبالهم؟ مش لا مش بالضرورة لا. طب انه واحد ليش بيدفع واحد 100,000 دولار تيفوت على الجيش؟ اذا انا فوت ابني على الجامعة بدفع عليه أكثر من 100,000 وبيطلع ابني من الجامعة وممكن يلاقي شغل وما يلاقي شغل بالوقت اللي في ناس لما بيكون ابنه بالجيش. ما تنسى نحن الجيش مش بس حق على مين يا استاذ ميشيل قبل ما اسمع، حق على مين؟ على اللي بيسمسر طبعا، مش عم بحكي عن ضباط، على مصر المدني اللي فاتوا بهاللعبة، او على اللي بيدفع؟ اللي بيدفع تيفوت ابنه ضابط على الجيش بيدفع عنه 100,000 دولار يفوت على الجيش؟ لا الحق على اللي بيسمسر، ولا الحق على حق مين؟ على النظام، حق على المحاسبه. لما بتغيب المحاسبه بصير الرشوه واللي عم يرشي واللي عم يرتشى بيكون موجود. وين صرت بهالملف مع علي الملف مع علي كان عم يتابعه على الاخير، وهذا عمل جيد، ما اجى تنقيه عمل عظيم. بس ما شفنا لا ضابط توقف، لا عميد تلاحق، لا قائد جيش انسأل وسأل قضاة اللي تلاحقوا بالتحقيقات. عظيم. بس انا عم بقرا الملف انه على مدى 17 سنه الزلمة اللي اشتغل بهالموضوع وصلت سرته لحوالي 19 مليون دولار. مزبوط بحساباته، مش بحساباته، حركة حساباته بلغت 19 مليون دولار. حركة حساباته 100,000 دولار وصلت 19 مليون دولار. طيب ما له الحق اللبناني يطلعوا على تفاصيل هالملف مع الوزير؟ بلا. ايمتى حتطلعوه؟ انا استاذ مارسيل وصلت على الوزارة، نعم، اجى لعندي ملف من 255 صفحة اذا ماني غلطان. اوكي. وهيدا الملف يعني الناس مصدومة باستوديو اليوم. نعم. هيدا الملف بيحكي على بس بدي أقول شغلي، ال 19 مليون دولار عم ينحكى عنهم مش كلهم إنهم علاقة بالجيش وبالمدرسة العسكرية. 90,000 دولار من أصلهم، يعني هي بلشت القضية بقصة الكلية الحربية، وبالتحقيق لما توسع التحقيق انطلب من مصرف لبنان أو الهيئة الخاصة بمصرف لبنان حتى تقوم بهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان أنه تجري تحقيق بهيدي الحسابات. وخلال هيدا التحقيق لنشوف هال90,000 دولار اللي يفترض أنه هي اندفعت رشاوة لبعض الأشخاص ليفوتوا أولادهم على المدرسة الحربية، وهيدا كان ملف فضائحي كلنا سمعنا عنه. عظيم. تبين أنه الشخص اللي عم ينحكى عنه لما اللجنة عملت تحقيق بحساباته بفترة كذا سنة فايت وطالع من حساباته مبلغ 19 مليون دولار. نعم. نعم. أنا وزير دفاع. حلو كتير. وصل لعندي هيك ملف كان مسكر، يعني كان القضاء قال بدل ما نكون نعمل لهم جناية نعمل لهم جنحة، وهيدا المحكمة العسكرية غير معنية بموضوع تبييض الأموال لأنه فاتوا من باب ملف تبييض الأموال على 19 مليون دولار. هي التحقيق الخاصة. وبالتالي طلب وهون بدي أقول حاكم مصرف لبنان بعت رسالة، بهيدي الرسالة بيقول يجب توقيف هذه الحسابات ولزوجاتهم وعائلاتهم وبعرف شو، لأنه ما قدر يبرر كيف فاتوا طلعوا 19 مليون دولار. طب أنا عم بقرأ هيك ملف وعم شوف الحكم اللي طلع أنه نحن غير اختصاصنا هيدا الملف، حطوه على جنب، عملوا جنحة بالحكم، بيطلع الزلمة وآخر شيء رجعوا افتحوا له حساباته. طب أنا وصل قدامي هيك ملف كان عندي خيارين وتريست كتير لأنه بعرف قديش هيدا الملف حساس ومين المعني فيه ولوين واصل. وفكرت آخر شيء بيني وبين حالي، فيني ما أعمل شيء لأنه مش عقيامي، صحيح، وأقفل الملف، وفيني يكون شاهد زور اسكت، وفيني لا ارجع أقول أنا هيدا الملف مرق قدامي ما رح بسكت عنه. وهذا اللي عملته، وجهت رسالة لوزير العدل بتاريخ 11/6/2019 وطلبت منه قلت له في شكوى تتناول الإجراءات التحقيقية بالقرار اللي صدر بالأساس من مفوض الحكومة مع قرار قاضي التحقيق العسكري رقم كذا، وبطلب منه تفضل بإحالة هذه الشكوى لجانب رئيس هيئة التفتيش القضائي للقيام بالمقتضى القانوني بشأنها عملا بمادة عظيم. تنص عليه المادة كذا. أنه عمون معروف رجع افتح هيدا الملف وشف لي هالقضاة اللي حكموا بهيك حكم أخطأوا، أنا ما بدي اتهم بس علي. شو طلع؟
ما اجاني جواب. انا عندي هون كتاب النيابة العامة العسكرية، مفوض حكومة المعاول القاضي هاني حلمي حجار الى قيادة الجيش بموضوع التطوير في الكلية الحربية، الرقم 5431 على 2019 تاريخ 21/11/2019، تاريخ وصولي لأمانة الأركان في تسجيله لديها 21/11/2019 لتاريخ اليوم قيادة الجيش لم تجب. يبدو أن القاضي بيتر جيرمانوس أيضا في رد بس بهذا الجواب. لا لا خليني خليني جاوب أنا بس خليني خلص الفكرة. بعدت أنا لا أنا ولا أنت أستاذ مارسيل في هيئة التفتيش القضائي عليها هي تبين الأمور. وصل هذا الملف عند هيئة التفتيش القضائي ما في شيء يتحرك، ما حدا سأل ولا حدا ولا سؤال عنه. من بعدها من بعد تاريخ 11/6 ب 25/6 ببعت مكتوب تاني لوزير العدل بقول له فيني أعرف شو صار بالملف اللي أنا بعت أنه يتحرك إيه؟ بيرجع بيجاوبني وبيقول لي أنه تحول لهيئة التفتيش القضائي وهيئة التفتيش هي عند طيب شو هالملفات بالبنتاغون بنقدر نوصل على معلومات أكثر منه. مين عم بغطي هود الأمور؟ مين عم بغطيهم؟ مين عم بغطي هود؟ مين عم بغطيهم؟ أنت جريء هود اللي عم بغطيهم تيار المستقبل. بدك تسأل عن تيار المستقبل ليش عم بغطيهم؟ أنا بدي أسأل اليوم تيار ليش عم بغطيهم؟ ومدعم التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي هود الثلاث المسؤولين بس ليش تيار المستقبل؟ في أوضاع تانيين لأنه هود الأوضاع سنة بالمحكمة العسكرية ويعتبروا سقور التيار المستقبل بالمحكمة العسكرية. بس شو قلن عليه ليش بدو يغطوا ناس أنا مرتكبين؟ أنا ما لو عم بيغطوا ناس مرتكبين وإذا ما عم بيغطوني روح الملف فيه شفنا أوضات طردوا وشفنا أوضات صاروا قاعدين بالبيت وشفنا أوضات نزل درجاتهم وشفنا أوضات بعضهم قاعدين بالبيت بالرغم من صدور أحكام براءة لقلب أوكي. وبعدنا اليوم نشوف قضيين صار بعت الوزير مرتين كتب للتفتيش والتفتيش ما عم برد. ليش بيتحركوا بملفات وما بيتحركوا ملفات؟ هيدي مسؤوليه مدعم التمييز ورئيس هيئه التفتيش القضاء انه جايبوا الناس. ليش هذا الملف بيمشي؟ ما بيقدر استاذ مارسيل تفتيش القضائي ما يتحرك، ما بيقدر يكون عنده ملف من 255 صفحه في مكتوب ماضي رياض سلامه حاكم مصرف لبنان بيقول في شبهه بتبييض اموال ب 19 مليون دولار والحكم اللي طلع ما بيكون متوازي مع هيك تهمة. شفت ليش سألتك يا معالي الوزير ليش الأمور بتتعلق بالمحكمة بالمؤسسة العسكرية تعتبر المحظورات؟ لا لا لو في شفافية بكل هذه الملفات ما بنوصل نحن نطرح أسئلة بهذه الطريقة وما بنوصل عليها على جواب. اسمعني هيدا الموضوع ما له علاقة بالمحكمة الأهل بالجيش. قلت لك 90,000 دولار من 19 مليون دولار فوتونا على هيدا الملف. الباقيين يعني 90 مليون دولار 90,000 دولار هن كانوا اللي فتح هيك ملف. اما بقية الملف 19 مليون دولار لا علاقة للجيش فيه. ما بدنا نحط